بس عشان يعني أهمية الأمر، إحنا تواصلنا مع الزميل الأستاذ محمد قصبي، صحفي ومقدم نشرة الأخبار في قناة أو في صحيفة الهداف الجزائرية. أستاذ محمد أهلا بيك وكل سنة وأنت طيب. أهلا كابتن، رمضان كريم ورمضان مبارك لك ولكل مستمعي قناة الأهلي وأيضا لكل الشعب المصري. صحبكم. أهلا بيك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. وخلينا اسالك، انه تم الزج باسم صحيفه الهداف انه الكابتن مهدي عبيد حكم المباراه الاهلي والرجاء صرح لكم تصريح خاص حول ما حدث في مباراه الاهلي والرجاء في القاهره، ايه مدى صحه ما نسب؟ يا فقط من اجل توضيح الامر لك ولكل جمهور نادي الاهلي وايضا لراي وشارع الكروي هنا في الجزائر، الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شرف لم يدلي باي تصريح، اقول جيدا لم يدلي باي تصريح لقناه الهداف الجزائريه، او ربما انا شخصيا بفتي الصحف لم يدلي مهدي عبيد باي تصريح لصحيفه الهداف. تحدث على القناه التي اعمل بها انا شخصيا، لم يدلي فيها باي تصريح. والهداف لم تنشر اي شيء بخصوص هذه الواقعه. الهداف لم تنشر اي خبر بخصوص واقعه الحكم عبيد شارف او حتى في بخصوص الشكوى التي تقدمت بها اداره نادي الرجاء البيضاوي الى الاتحاد الافريقي لكره القدم وايضا الى الاتحاد الدولي حول ما جرى في مباراه الاهلي المصري امام نادي الرجاء البيضاوي. فقط لوضح الامر انه الحكم عبيد شارف لم يدلي باي تصريح لقناه الهدف الجزائريه او ربما لاي قناه اخرى، لا الله اعلم ان كان ادام ام لا، لكن فقط هناك معلومه صغيره او كما تعلم انت ولا لا يخفى عليك ولا يخفى على الجميع ان الحكام في هذا المستوى العالي في هذه المباريات الدوليه الكبرى يملكون واجب تحفظ، لا يمكنهم ادلاء هكذا مباشره بتصريحات او في اي مجال في هذا الخصوص. طيب ما تفسر بايه الزج باسم صحيفه الهداف؟ يعني استاذ لا ادري ان كانت هناك اي دوافع اخرى، ربما تم استعمال اسم جريده الهداف او قناه الهداف لانها القناه الرياضيه الاولى في الجزائر، او ربما لانها الجريده الرياضيه الاولى في الجزائر، ربما تم تسجيلها في امر مشابه. يعني الاستاذ ما قدرش ندخل في تفاصيل انه لا ادري سبب زج اسم جريده الهداف او اي شيء من هذا القبيل، ربما قلت لك السبب الوحيد ربما هو انه القناه الرياضيه رقم واحد في الجزائر لذلك تم الزج بها في تصريح مفبرك وغير صحيح نقدر نقول مفبرك لقناه الهداف من قبل الكابتن عبيد شرف. نعتبر هذا التصريح بمثابة تكذيب لما تم الترويج له على لسان الحكم ونسب إلى الصحيفة والقناة، وهذا يعني هل هناك هيبقى في موقف للصحيفة لإيضاح هذا الأمر، ولا يعني هنكتفي بهذا الإيضاح اللي تم من خلال هذا التواصل؟ يعني يعني استاذ لا يمكنني ان اتوجه باتهام بهذا الشكل لاداره نادي الرجاء البيضاوي او لاي طرف كان للاعلام المغربي، لان نحن في شهر محضر مباراه، يعني ليس هنا لا قدر الله نشوف فتنة او شيء من هذا القبيل. يعني انا بتفتي صحفي في قناه الهداف، يعني ربما يكون هداف مهدي عبيد شرف يكون قد ادى بتصريح لاي طرف اخر، ولكن لقناه الهداف شخصيا لم يدلي باي تصريح. أنا هذا الكلام، يعني أنا مسؤول عن كلامي، هو أن الكابتن عبيد شرف لم يجي بأصبح في قناة الهداف، وإن كان سيكون هناك أي رد فعل من قبل مسؤولي القناة أو لا، لا علم لي بذلك، أنا فقط أتحدث لك بالمعلومة التي أملكها إلى حد الساعة، وهو أن عبيد شرف لم يجي بأصبح، وحتى ربما أنا قلت لك أن في هذا النوع من المباريات الكبيرة وهذا المستوى المباريات الكبرى في المنافسات القاريه، الحكام ربما لا يملكون حتى الحق في مثل بتصريحات مشابهه نظرا لواجب التحفظ. استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا على هذا التواصل وكل سنه وانت طيب. شكرا لك استاذ رمضان مبارك وعيد مبارك لك. شكرا جزيلا للزميل محمد قصبي مسؤول التحرير بقناه وصحيفه الهداف الجزائريه، واعتقد الامر ما عادش يدع اي مجال للشك. يعني ايه راي حضراتكم؟ في اوضح من كده كلام؟ لا الراجل قال المهدي، ولا الصحيفه نشرت، ولا نسب الى القناه، والناس مستغربه، وسمعتوها اصلا هذا امر مفبرك. وبعدين اكد على كلامي انه لا يمكن
للحكم أن يدلي بأي شيء يخص قراراته التحكيمية في الإعلام، لأنه ده ممنوع دولياً. يعني أستاذ إبراهيم، يعني أدي أول كذبة.